السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع حلو أوي اسمه I2PDF، بيديك مجالات كتير جدا إن أنت تنظم صفحات البي دي إف، تعمل دمج لملفات البي دي إف، أكتر من ملف بي دي إف تحطه في ملف واحد، أو إن أنت تقسمه، أو إن أنت تطلع صفحة معينة منه، أو تحذف أو تعمل له حماية. كل الكلام ده من غير ما تسطب أي حاجة خالص، ومجاني، وهو موجود بأكتر من لغة، منهم اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، زي ما أنت عايز. كل عليك ان انت ترفع الملف، تمام، وعليكم مثلا كده، مجرد بتقول له ارفع الملف هو يبدأ ياخد الملف دوت ويعمل الحاجة اللي انت عايزها، مثلا يضغطها لك، يضمها لك، يقسمها لك زي ما انت عايز، وبعد كده تعمل داونلود. فالموقع سهل جدا وبسيط ومنظم بشكل حلو جدا، مفهوش متاهة او حاجة زي كده. زي ده مثلا تقول له انا هرفع صورة او ملف وورد، وهو يبدأ يحولها لك لملف بي دي اف.